المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الجادية نقدم لحضراتكم عرضنا المسائي لهذا اليوم. وصل اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض بهدف المشاركة في المناورات العسكرية التي تعرف بدرع الخليج، حيث تعتبر البلاد ضمن الدول 23 التي تشارك في العملية. تفاصيل مع الحبيب حامد محمد. من أجل المشاركة في اختتام فعاليات المناورات العسكرية المسمى بدرع الخليج والتي تضم أكثر من 23 دولة من العالم بينها تشاد، وصل فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بعد ظهر اليوم إلى مدينة الدمام، وهي عاصمة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والتي تتاخم مملكة البحرين على بعد 50 كيلومترا، والتي تعتبر ثاني أكبر المدن السعودية اقتصاديا. وفي قاعدة الملك عبد العزيز الجوية كان في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس الجمهورية نائب أمير المنطقة الشرقية سمو الأمير أحمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وعدد من سمو الأمراء وعيان المنطقة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة العربية السعودية على رأسهم السفير السابق عثمان مطر بريمة. ونسبة لأهمية تشاد في الساحة الدولية والإقليمية وملعبه فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في محاربة التطرف والإرهاب، فإن بلادنا الحبيبة تشاد تشارك بقوة عسكرية قوامها 44 جنديا في هذه المناورة. رافق فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو كل من الوزير المندوب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني الجنرال بسار عيسى جاد الله، ووزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي السيد شريف محمد زين، ومدير المكتب لفخامة الرئيس الجمهورية السيد عيسى علي طاهر، ومدير المكتب العسكري الجنرال محمد روزي. هذه المناورات العسكرية التي تحمل اسم درع الخليج تأتي بعد المناورات العسكرية التي جرت قبل عام في حفر الباطن وسميت عاصفة الشمال، وهذه المرة شاركت بلادنا تشاد أيضا جانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا وبريطانيا، وعدد من الدول الأفريقية بينها بوركينا فاسو، مالي، النيجر، غامبيا، غيني كونكري. وسيكون العرض العسكري لهذه القوة المشاركة في يوم غد الاثنين. عقد أعضاء المجلس الإقليمي لحزب الحركة الوطني غاب إقليم الشاري باقرمي ملتقا جماهيريا بمدينة دربالي. الهدف من ذلك هو تقديم الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو التي قدمها لنواب الجمعية الوطنية. إشراق عبد الله رحمة. لأجل إيصال رسالة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للمواطنين فيما يتعلق بإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة، جاءت الحملة التوعوية بمدينة دربالي بهدف التوعية عن طريق وضع أساليب ووسائل حديثة تساعد على اتخاذ التدابير ورسم خارطة الطريق لتنمية منطقة دربالي. وعلى هذا المنوال، حيث تليت العديد من الكلمات جلها تنصب في فحوى الرسالة وكيفية العمل بها وتطبيقها في أرض الواقع، ممثلي حزب الحركة الوطنية للإنقاذ مناشدين مواطنين شعري باقرمي التمسك بالوحدة والترابط ما بين أبناء الشعب الواحد. من جانبه، عضو المكتب السياسي الوطني لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ والآخر شكر الحضور على تلبيتهم هذا النداء وطلب منهم العمل بالجدية في تطبيق سياسة الحكومة. أي مجموعة عند شغل تجيب عشان الدار تمشي لنادي ما تفكر وما قال ملاحظة على شغل الباص أصلا ما لدار دي ماشي كتقبل ورد عنينا فينا التجار مشاكلنا كي علينا هنا البقرة مشاكلنا كه، علينا التقليدين مشاكلنا كه، علينا الشباب مشاكلنا كه، علينا الأوين مشاكلنا كه. كل الناس تكلموا قبل سووا سنتين حقا وصور ريفورم. رئيس بعثة حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم شعري باقرمي يبين لنا ذلك. الجمهورية الرابعة، والجمهورية الرابعة دي تدور خدمة كثيرة. خلينا نخدموا الشعب التالي، بقول خلي أنين أم بيناتنا التيادين، خلي الحرمة تكون أم بيناتنا، بأن هو ده بس اللي يجيب لنا الآخية والاقتصاد في البلد. شولوا الأوين والرجال اللي يقدر يخدمونا أم باكر في كل المجالات. المنبع أن الحملة التوعوية لإيصال رسالة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو سوف تشمل كافة المناطق الإقليمية. هذا كما عقد المجلس الإقليمي لحزب الحركة الوطنية إنقاذ بإقليم حاج النميز ملتقا لنفس الغرض. محمد طاهر صالح. تأكيدا لمخرجات الملتقى الوطني حول الإصلاحات المؤسسية للدولة الذي عقد في 19 حتى 27 من مارس 2018، فإن نتائج هذا المنتدى جاءت موضحة لسكان الأقاليم نتيجة لتوجيهات رئيس الجمهورية للمندوبين الإقليميين للحركة الوطنية للإنقاذ في 18 من مارس
بهدف شرح نتائج المؤتمر ومخرجاته لسكان الأقاليم. الأمين الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بحجر لميس أبكر موسى كلي برفقة أعضاء المكتب السياسي للحركة شرحوا لسكان حجر لميس أهم النقاط الأساسية التي تناولها المؤتمر، ممثلة في هيكلية الدولة ونظامه المؤسسي ودور الجمهورية الرابعة والنظام الرئاسي والبرلماني ومدة إقامته، بالإضافة إلى إزالة بعض المؤسسات الكبرى ودمج البعض الآخر منها وإتاحة الفرص للمرأة والشباب، كذلك دور الشيوخ التقليديين. بدوره حاكم إقليم حجر لميس أبو بكر جبريل أبو بكر حث سكان الإقليم بأن المرحلة المقبلة هي منعطف جديد في تاريخ تشاد الحديث، وعليه الاستجابة تماشيا مع النظم الجديدة لجعل تشاد دولة تهتم بنظامها الجديد. الأمين العام الإقليمي لحجر لميس أوضح للمشاركين كيفية اتخاذ القرارات وتطبيقها في أرض الواقع تماشيا مع القوانين الجديدة للدولة. الرئيس القرون دروبس وقبض يما أمين سيوانا كمبان حكا روغا كان أنا شابنين نسيل قرون كان ناد مدور الفيدراسي وبيوش 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 كل نسيوين يوم بعدين يما نسيو ما دي سيو قابرين يما المينيستر كيبرز الجويني كلنا فيها جرميس قلنا الانتقالية بسان فعليداتي وفي القرون ناس نقول وافقوا لي. وعقب مداخلات من قبل الحاضرين حول هيكلية الدولة ونظامها الجديد، فرد أعضاء المكتب التنفيذي بكل وضوح حول الاستفسارات وما تمخض عنه الملتقى الوطني وتداعياته. وفي اختتام الدورة قدم ممثل الشيوخ التقليديين بحجر لميس كلمة شكر فيها رئيس الجمهورية والقائمين بأمر الندوة على الإيضاحات المفصلة، وختم حاكم إقليم حجر لميس أبو بكر جبريل أبو بكر الندوة متمنيا لكل المشاركين الاستفادة من هذه الشروحات ومن ثم إيصالها إلى الآخرين. ونبقى في الملف السياسي، حيث اختتم رئيس حزب الاتحاد الوطني من أجل التجديد والديمقراطية صالح كبزابو أعمال اجتماع الذي ضم الأمناء العامون للحزب في كافة أقاليم البلاد والعاصمة نجمنا. الاجتماع ناقش الحالة السياسية العامة للحزب والاستعداد لخوض انتخاباته المقبلة. محمد صالح الحسين. استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، اختتمت أعمال المجلس الوطني التنظيمي لحزب الاتحاد من أجل التنمية والتجديد، وذلك بعد اجتماعات استمرت 4 أيام نوقش من خلالها العديد من المواضيع التي تسهم في سير العملية الانتخابية المقبلة، منها إنشاء إزاء خاصة لنشر أخبار وإعلانات الحزب وتدريب مناضلي ومناضلات الحزب. وفي كلمته الختامية لهذا اللقاء، الرئيس المؤسس لحزب الاتحاد من أجل التنمية والتجديد صالح كبزابو أكد بأن حزبه مستعد لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، شاكرا في الوقت نفسه المناضلين الذين وفدوا من مختلف المكاتب بأقاليم البلاد. نذكر بأنه خلال هذه الجلسات اعتمدت العديد من النقاط التي وافق عليها المكتب التنفيذي، وذلك من أجل إنجاح خطة العمل التي ترسم طريق النجاح للحزب. احتفل حزب الشعب من أجل التغيير الديمقراطي بالذكرى 5 لتأسيسه وسط حضور مكثف من قبل مناضلي ومناضلات الحزب. عباس أبكر مصطفى. 5 سنوات مضت على تأسيس حزب الشعب من أجل التغيير الديمقراطي. إحياء لهذا التاريخ احتشد مناضلو ومناضلات الحزب للاحتفال بهذه المناسبة، وتنصيب أعضاء المكتب الفرعي للتجمع النسائي لحزب الشعب من أجل التغيير الديمقراطي المكون من مختلف نساء دوائر العاصمة أنجمينا. وبعد الكلمة الترحيبية لرئيس اللجنة المنظمة محمد مطر، فقد سرد الأمين العام للحزب جان بيير الإنجازات المختلفة للحزب، مؤكدا بأن حزبه قد حقق العديد من الإنجازات في المجال التعليمي والاجتماعي والسياسي، سيما تأهيل الشباب لدمجهم في المجتمع، وكذا تقديم الاقتراحات للحكومة من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وبعدها فقد نصب رئيس الحزب عبد الرحمن محمد أبا أعضاء المكتب الفرعي للتجمع النسائي البالغ عددهن 20 عضوا برئاسة حرة مهي الدين أمر. عقب تنصيبهن رسميا، فقد أوضحت رئيسة المكتب الفرعي للنساء بأنهن يعملن على تحقيق أهداف وسياسة الحزب. رئيس حزب شعب من أجل التغيير الديمقراطي قال بأن حزبه له رؤية واضحة. إن حزب الشعب من أهدافه الأساسية العناية بالشباب، لأنهم المحرك الأساسي وقلب النابض لها،
فقد أبدينا بكثيرا من المواقف والاقتراحات للحكومة، والتي من خلالها غير بعض المسار والسياسة إلى ما هو أجدى وأنفع لوطننا الغالي. هكذا أطفأ مناضلو الحزب الشمع الخامسة لتأسيس حزبهم الذي رأى النور منذ العام 2013. أنهى رئيس حزب النصر محمد النظيف يوسف حملته التوعوية بدوائر العاصمة الجميلة بتنظيمه مؤتمر نقاش تناول مواضيع عدة كالجمهورية الرابعة والدستور الجديد. محمد حسن آدم. إن الحملة التوعوية التي أطلقها الرئيس الوطني لحزب النصر الدكتور محمد النظيف يوسف بمدينة عنجمينة، والتي جاءت تحت شعار حزب النصر مع الجمهورية الرابعة، اختتمت فعالياتها بمؤتمر نقاشي جمع أعضاء المكتب التنفيذي للحزب مع المناضلين والمناضلات الذين قدموا من مختلف أحياء العاصمة عنجمينة للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر النقاشي، حيث تداخل في البدء الرئيس الوطني الذي أوضح في خطابه أهمية الجمهورية الرابعة في توطيد عواصر الديمقراطية. موضوع أن المرأة يعني في السياسة الجاية المرأة يكون لها دور كبير في الكاترين ريبوبليك، وموضوع أن الشباب أيضا يكون لهم دور كبير في صناعة القرار، وموضوع أن الشيف دي كانتون كله في موضوع الأمن والسلام وتنمية المنطقة الإقليم. هذه النقاط الأساسية المنتدى أو الفوروم خرج بها. كما توالت الكلمات من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب والذين أشاروا إلى النقاط الأساسية للملتقى وكذا النتائج التي توصل إليها المشاركون. كما تخللت المناسبة أيضا تقديم أسئلة واستفسارات حول موضوع المؤتمر ورد عليها المؤتمرون بكل شفافية ووضوح. ونشير إلى أنه بهذا المؤتمر النقاشي أسدل الستار على فعاليات أنشطة الحملة التوعوية على مستوى مدينة عنجمينة وضواحيها. خارج العاصمة عنجمينة تتواصل نشاطات القافلة الطبية لمؤسسة القلب الكبير مدينة آتيا حاضرة إقليم البطحة، حيث استفاد منها حتى الآن أكثر من 400 شخص. تقرير محمد طاهر بن الحور. تتواصل عمليات القافلة الطبية لعلاج مرضى العيون المقامة من قبل مؤسسة القلب الكبير هنا في مدينة آتيا حاضرة إقليم البطحة، وفي اليوم السادس من العملية التي تجرى بالمستشفى الإقليمي لمدينة آتيا من قبل أطباء سودانيين وكذلك تشاديين، تم فحص أكثر من 4000 شخص وأجريت عمليات جراحية لأكثر من 400 مريض، كما وزعت العديد من النظارات الطبية. الدكتور جبريل دردي أوضح أن عدد المرضى كان أكثر من المتوقع، إلا أنهم لم يواجهوا كثيرا من الصعوبات. المرضى الذين تم تفتيح أعينهم أكدوا على نجاح العمليات ودعوا الله أن يبارك في منظمي هذه القافلة. شكرنا القلب الكبير هذا اللي هنا، جينا من بعيد سمين الخبر ده، لما جينا من أبرد هنا وجينا في آتي هنا، جينا وصلنا وإن هذا أول كان ما بيجيب مرة واحدة، لكن جينا فكولينا وخلص حصد هنا الحمد لله. لا الحمد لله كثير، نشيفة قلقك ده، نشيفة أبيض ده، كايك ده، كل نشيفة ده، شغل كلكم نشوفكم، كسايك دول كل نعرفهم. نشكر مرة واحد إن شاء الله، وما تبلغ لنا بتن أعلن قال يوم الأربعاء ده بيجي بدوكم هدية، ده كل فرحانين، ده كل فرحانين بها. ونشير إلى أن الحملة تستمر حتى 17 من هذا الشهر. ونبقى في نشاطات المؤسسة، وهذه المرة قدمت مساعدات لأهالي قرية أم سيالة بمركز يو، وذلك بعد أن شب حريق هائل تسبب في أضرار مادية. محمد طاهر جبريل الحور. قرية أم سيالة ميجيجي الواقعة بمركز إداري ياو في مقاطعة الفتري كانت قد شهدت في 9 من هذا الشهر حريقا هائلا تسبب بأضرار جد كبيرة، فقد قضت على 200 منزلا بما فيها من معدات ومسجدا واحدا،
وكما كان دأبها في إغاثة الملهوفين والمنكوبين في أرض وطول البلاد، جاءت مؤسسة القلب الكبير لتقدم معونة إلى متضرري هذا الحريق. هي عبارة عن مواد غذائية، بطانيات ومفروشات بلاستيكية، إضافة إلى مصاريف مالية تسلمتها كل أسرة متضررة. المستفيدون وهم 200 أسرة خانتهم الكلمات في التعبير عن مدى سعادتهم وشكرهم لصاحبهم صاحبة الأعمال الخيرية السيدة الأولى هند دبي إتنو، فرحة عبر عنها أيضا جلالة سلطان الفتري شرومة حسن أبسكين. سكاننا هل يعني أمثال ميجي ناس مهزوزين جدا جدا، القلب الكبير لأن وراء مرة كبيرة. وزاد على هذا الثناء محافظ مقاطعة الفتري محمد جوكوني الذي يرى أن هذه المعدات تكفي للمتضررين لإعادة بناء منازلهم وابتداء حياة عادية. هذا العطاء الثري ليس مستغربا عن سيدة كرست عمرها وجهدها لخدمة الوطن والمواطن البسيط. وفقا لممثلها ورئيس وفد مؤسسة القلب الكبير عيسى محمد مهدي، مؤسسة القلب الكبير سمعت بشيء البيجي الحريق القمت أكلت البيوت الكوازدة، وقمت بكامل همتها جاب لكم شو غلة وبروش وبواجو. وشيء تاني، المؤسسة القلب الكبير شالت المسؤولية الكاملة للجامع الحرق، المسجد الحرق ده ذاته تبني لكم. باسم المواطنين المستفيدين زف حاكم إقليم البطحة علي آدم عبد الله زهور الثناء والعرفان إلى سيدة البلاد الأولى هند دبي إتنو، وطلب الحاكم من مواطني الأرياف أن يكونوا حذرين لحماية مساكنهم من الحرائق في هذا الوقت الذي اشتد فيه دفع الرياح. هذا ونشير إلى أن مؤسسة القلب الكبير تكفلت بإعادة بناء المسجد الذي أتى عليه الحريق. يمارس المواطن إلكسندر ومنذ 20 عاما حرفة يدوية تدر له بالمال ومساعدة زوجته وابنته. الحرفة هي عبارة عن صناعة العديد من أنواع الطيور والحيوانات والزينة مصدرها قرون البقر، حيث يسكن إلكسندر بمدينة شيموندو حاضر إقليم اللوغون الغربي. نتابع التغريد التالي للزميل عباس أبكر مصطفى الذي سلط فيه الضوء عن طبيعة هذه الحرفة ومدى الاستفادة التي يستفيد منها إلكسندر وعائلته. خلال عقد من الزمن يعمل إلكسندر في صناعة الحرف اليدوية، ويعتبر هذا العمل ورثه من أبيه، ولكنه أخلد وأتقن صناعته بمختلف أنواعه، وقد أبدى من خلال هذه الصناعة